الدوري المصري والمدربين المميزين في الدوري المصري، مش هننكر ان كابتن احمد كشري واحد من المديرين الفنيين المميزين، ولكن طبعا الظروف الصعبه اللي فيها نادي الانتاج الحربي الى حد ما يعني كابتن احمد كشري بيحاول مع الفريق ان هو يخرج من هذه المنطقه والمنطقه الخطره والصعبه جدا على فريق كبير زي الانتاج الحربي. كابتن احمد، مساء الخير عليك يا كابتن. مساء الخير يا كابتن فاروق اخبارك يا ابو حبيبي، كمان؟ مساء الخير. ربنا يخليه. يعني طمنا على الفريق، يمكن اخر ماتش يعني كان نتيجه جيده بالنسبه لانتاج الحرب يا كابتن، ولكن طبعا ما زلتوا في موقف حرج. والله يا كابتن فاروق، لا نتيجة مش جيدة طبعا. احنا كنا الأقرب للمكسب طوال المباراة، يعني احنا اللي تقدمنا وكنا اللي بنضيع فرص انفرادات وكنا الأفضل واقفين، جيم دفاعي مقفول، لكن احنا اللي كنا بنوصل للمرمى كتير وهم تعادلوا، فريق بيراميدز تعادل معانا، وبعدين احنا جبنا جون تاني وكنا الاقرب ان احنا نجيب التالت. امادو نياز ضيع انفراد، ومصطفى البدري واحده وكورتين الغنام. لا احنا يعني نكسب المباراه بصراحه، يعني تقول لي هارد لك على النتيجه، هارد لك يا لكن كابتن الاداء كوشه. كان يعني هو لكن الاداء كان كويس. بحكم النجوم المتواجدين ساعات يقول لك، يعني طبعا هو ما كل لعيبه واحد، ولكن في فكره اسماء الانديه بتبقى الى حد ما هي اللي بتخليك تقول انت نتيجه جيده، في ظل طبعا انك بتعمل حساباتك بالظبط. في لا الدوري في ظل موقفنا موقف وظروفنا صحيح. اللي احنا فيها. لكن لكن هم لا لا، انا اتفرجت على الاهداف، قدموا واتفرجت شفت كمان على الاهداف بتاعت بيراميدز واهدافكم يا كابتن، واستغلالكم المميز جدا لضعف في وقت ما قلت خط دفاع نادي بيراميدز والضغط عليه بشكل مستمر، وده اللي اثمر على الاهداف اللي انتوا جبتوها الصراحه. والله كابتن فاروق المباراه، يعني لو شفت المباراه بالكامل احنا ضيعنا فرص انفرادات كامله مظبوط. لعماد ونياس وللغنام مرتين ومصطفى البدري لا يعني جيم احنا كنا الافضل من بيراميدز فيه، ولكن الكوره يعني طبعا هم عندهم خبرات وعندهم لعيبه كبيره وعندهم كواليتي بتاع اللعيب في الفينش اعلى من عندي يعني، فطبعا دي فرقت، لكن كانت عايزه يعني نقول التوفيق لك. الحمد لله الحمد الفترة لله الجاية يا كابتن، طبعا. الفترة الجاية شغال ازاي في التوقف ده؟ والله يا كابتن فاروق، يعني احنا اخر 3 مباريات كسبنا المصري طبعا في اسكندريه، وكسبنا وتعادلنا مع جونه، مع الجونه 1-1، والماتش الاخراني مع بيراميدز طبعا حصل تعادل، يعني خدنا 5 بونت من 3 فرق صعبين جدا ان انت يعني تجمع اللي بنقضي معاه، فالحمد لله يعني بنبني على الماتش اللي من المصري للجونه لبيراميدز. طبعا هنقاتل يعني، ما عندناش فرص تانية. انت عندك اسوان يا كابتن الماتش القادم، لا وعندك عندي ماتش الاهلي، عندك الاهلي الاهلي ماتش ثم مؤجل عندي الاهلي يوم 25 ثم اسوان ثم هنخش بعديها يعني الفرق اللي هي بعديها مقاصه، فطبعا المباراه كلها انا مش صعبه عايز كده. انا يا كابتن والله يعني اقول حاجه، لكن طبعا هي الكوره ما فيهاش مستحيل، لكن احنا نادي مصر، نادي الانتاج لعب 27 لقاء، انت بتتكلم في يعني عدد من اللقاءات خلاص بقى محدود. بالظبط انت بالظبط. يعني شايف يا كابتن ايه اللي ممكن الفتره بص اللي يا جايه اللي كابتن ممكن فاروق، يتعمل، عشان بص لان الانتاج الحربي طبعا من الانديه الكبيره جدا طبعا اللي لا طبعا انا تستحق هذا المركز. انا عارف انت اكيد جيت في وقت اكيد صعب جدا. الله ينور عليك. جيت في وقت انا صعب. جيت في ايه يا كابتن فاروق، انا جيت بعد الدور الاولاني الفرقه عندها 9 و10 نقط بعد دور كامل، فاهمني يا كابتن فاروق؟ انا جيت بعد فتره يناير، فبالتالي فرقه ما جمعتش الدور الاولاني الا 9 بونت او 10 بونت، فالامور كانت صعبه جدا. يعني انا يعني عارف ان هي ريسك كبير وكل حاجه، لكن يعني كان بحاول مع الفرقه واللعيبه بتحاول معانا، وانت عارف ظروف النادي من غير ما اخش في تفاصيل في لعيبه، انتقالات لعيبه واللعيبه اللي مش المهاجمين اللي ما عنديش مهاجمين كتير في الفرقه، لان في اخر القيد مشي باسم مرسي في اخر يوم، وعبد المجيد مصاب طوال الوقت اللي انا جيت فيه كله، ما لعبش معايا تلت ساعه على بعض وبيلعب وهو مصاب، فمشكله طبعا في الانتاج الحربي، لكن بنحاول ولسه في امل. المباراه اللي فاتت يا كابتن طبعا فاروق في امل. لو كنت كسبت الماتش اللي فات كنت هبقى 21 نقطه، قربت. وخلي بالك ده الماتش المؤجل ليا، يعني انا قربت من الفرق اللي معايا يعني، وعندي هلاعب اسوان وهلاعب المحله وهلاعب المقاصه وهلاعب فرق تانية. لا لسه في يعني انا شايف ان فرص الانتاج موجوده ومتاحه، هي اقل فرص بالنسبه للفرق اللي معاهم، لكن اللي يكسب المصري واللي يعمل مباراه كبيره على الجونه وكنا بيراميدز اقرب للمكسب، واللي يعمل نتيجه مع بيراميدز والناس بتقول لك هارد لك ان انت تعادلت مع بيراميدز، يعني ان شاء الله يكون قادر على ان هو يحصد
النقاط اللي جايه باذن الله ويحط نفسه في مكان طبيعي. اتمنى طبعا ذلك. وقبل كل ده طبعا يا كابتن فاروق احنا بنقول يا رب التوفيق، والتوفيق لما بيكون معاك حتى لو بتلاعب مين ربنا بيكرمك، طبعا فبتلاقي الامور اتسهلت وممكن تبقى عامل جيم كبير جدا في ماتشات كتيره وما ما كانش معاك التوفيق فبتخرج بالنتيجه يعني صحيح. غير الاداء يعني. لكن صحيح الحمد لله صحيح. نحمد ربنا وان شاء الله كابتن الجاي. دايما من نجوم البريمو بيبقوا متواجدين معايا نجم كبير زي حضرتك، بساله على نهائي اوروبا، بطوله اوروبا يورو 2020، ورايه وتوقعه، وايضا كوبا امريكا الارجنتين والبرازيل. رايك في الماتشين دول يا كابتن، مين البطل في البطولتين؟ هبدا الاول بكوبا امريكا، وانا من مشجعين الارجنتين قوي من زمان وانا طفل صغير يعني، بحب جميل. الارجنتين جدا. لكن عشان اكون صريح معاك، منتخب الارجنتين هو منتخب ميسي. ميسي بيبقى في حالته الفنيه ويكون يعني في حاله جيده في المباراه، تلاقي فريق الارجنتين ليه شكل في المباراه. ميسي مش في حالته تلاقي الفريق بلا انياب في كل خطوطه، يعني ما عندوش نص ملعب قوي، ديفنس بتاعه عنده فيه مشاكل. يعني فريق الارجنتين برضو يعني ميسي انا شايف ان هو مظلوم في المنتخب ده، بعكس منتخب البرازيل ان هو نيمار اهم واحد فيه، وطبعا هو اللي فارق معاهم قوي نيمار. لكن لو نيمار مش في الفرقه، عنده عناصر كتيره كويسه جدا، نص ملعب قوي جدا، عنده خط ظهر مميز، التمركزات بتاعتهم هايله، وعندهم كلهم بيلعبوا في اكبر الانديه في اوروبا، عندهم خط امامي مميز بفيرمينيو، وعنده خيسوس قدام، وعنده لعيبه كتير كويسين. يعني البرازيل حتى لو نيمار مش موجود، لا فرقه ليها شكل وليها اداء. نيمار طبعا بيضيف لهم قوه كبيره، لكن منتخب الارجنتين الفرق بين الارجنتين والبرازيل ان منتخب الارجنتين اقل امكانياته فنيا من منتخب البرازيل، لكن في وجود ميسي مع نيمار لا برضه بيبقى منتخب البرازيل الاقوى. فانا يعني شايف المنتخب البرازيل المرشح للفوز، وان كان انت تتمنى الارجنتين. الارجنتين هنشوف يا كابتن الساعه 2 بالظبط كده، نشوف الدنيا هتمشي ازاي. قول لي بقى يعني سريعا كوبا. بالنسبه لايطاليا وانجلترا كابتن. ايطاليا فرقه كويسه جدا، فرقه من الفرق اللي بقت بتلعب كوره اسرع من الاول كمان، وعندهم يعني شكل فرقه كويس قوي الفرقه بتاعت ايطاليا. لكن انا شايف ان انجلترا البطوله عايزه تديها يعني على ارضها، كمان نهائي كمان وقبل النهائي كان على ارضها. عايزه تديها فاروق يعني، تحس ان ايه ان البطوله رايحه لانجلترا. موفقين جدا في التوقيتات اللي بيجيبوا فيها اجوان، فهنشوف مباراه ان شاء الله كبيره ان شاء الله. كابتن منتخبين كبار جدا كابتن ان شاء بشكرك الله. كابتن كوشري، واتمنى لك شخصيا